السلام عليكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات. نمر في هذه الحصة إلى مراجعة درس الحرب العالمية الثانية وإنجاز بعض التمارين المرفقة له والتي تهدف إلى ترسيخ كفاية الموضعة في الزمن. هذا الدرس كما تعرفتم في الدرس الحضوري يتكون من ثلاثة عناصر أساسية. أولها أسباب الحرب، الأسباب الأساسية المباشرة وغير المباشرة، كذلك النتائج التي خلفتها الحرب، والعنصر الثالث يرتبط بدور منظمة الأمم المتحدة في توطير السلم العالمي. سنقوم بمراجعة المقتضبة، وأشير هنا إلى أننا لا نعيد إنجاز الدرس، وإنما هذه فقط مراجعة لتذكر ما أنجزتم في الدرس الحضوري مع أساتذتكم وأستاذاتكم. السبب الأول دور بعض نتائج الحرب العالمية الأولى، قسوة شروط معاهدة فرساي 1919، إجبار ألمانيا على دفع تعويضات الحرب العالمية الأولى. السبب الثاني دور الأزمة الاقتصادية لعام 1929، هذه الأزمة التي أضعفت الدول الديمقراطية وقوت الأنظمة الدكتاتورية وجعلتها تفكر في توسيع مجالاتها الحيوية. السبب الثالث تنفيذ الأنظمة الدكتاتورية لسياساتها التوسعية، وقبل أن تشرع في هذا التوسع انسحبت من عصبة الأمم. هناك انسحاب إذن من عصبة الأمم، فقامت اليابان باحتلال إقليم منشوريا الصيني، وقامت إيطاليا باحتلال منطقة الحبشة. أما هتلر فإنه قام بمجموعة من التوسعات، أبرزها أنه قام بضم النمسا إلى ألمانيا. إذا ضم النمسا إلى ألمانيا أو ما يعرف بالأنشلوس، عملية الضم التي تعرف لغويا بالارتباط، وسنعود إلى هذا المفهوم في المفاهيم الأساسية للدرس. كذلك تم تكوين تحالفات عسكرية، ظهرت لنا دول المحور في مقابل دول الحلفاء. الأسباب المباشرة وتتمثل أساسا في سبب مباشر أساسي، وهو أن هتلر قام بغزو بولونيا والهجوم عليها في فاتح شتنبر 1939 في إطار تحقيقه لفكرة المجال الحيوي وكذلك تأمين حدوده الشرقية. هذا الهجوم على بولونيا جعل فرنسا وبريطانيا تعلنان الحرب على ألمانيا في 3 شتنبر 1939، وذلك من أجل الدفاع عن بولونيا التي تربطها مع فرنسا معاهدة تحالف عسكري. وبالتالي اندلعت الحرب العالمية الثانية ما بين دول المحور ودول الحلفاء. مرت الحرب بمجموعة من المراحل، أهمها مرحلتين: المرحلة الأولى التي تميزت بانتصارات دول المحور، ولكن في المرحلة الثانية انقلبت الكفة لصالح دول الحلفاء، وانتهت الحرب في عام 1945 بالضبط في غش 1945 بعد إلقاء القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناكازاكي في يومي 6 و 9 من غشت على التوالي. إذن الحرب العالمية الثانية دامت 6 سنوات وخلفت مجموعة من النتائج، أبرزها النتائج الاجتماعية. خلفت الحرب ملايين القتلى، وهناك حديث عن أن العدد يفوق 50 مليون قتيل، والمعطوبين كذلك، الأرامل، تشل الأمراض، تراجعت الولادات، ارتفعت الوفيات، وكذلك تقلصت فئة الشباب وارتفعت نسبة البطالة وارتفعت كذلك نسبة الفقر. اقتصاديا تم تدمير البنية التحتية لمجموعة من المدن، وتم تدمير المدن بأكملها في بعض الأحيان مثل برلين ووارسو وهامبورغ وغيرها من المدن الأوروبية. كذلك تم تدمير الأراضي الفلاحية وانهار الإنتاج الفلاحي والصناعي، واستفادت الولايات المتحدة الأمريكية من الوضع لأنها التحقت بالحرب متأخرة ولأنها كانت بعيدة عن المجال الأوروبي، يعني محور الحرب. النتائج السياسية وتجلت
في عقد الحلفاء لمجموعة من المؤتمرات، أبرزها مؤتمر يالطا، وكذلك الذي عقد في عام 1945، والذي وضع خريطة سياسية جديدة لأوروبا. فتم تقسيم ألمانيا والنمسا، وتم تقسيم برلين وكذلك فيينا بين الدول المنتصرة وهي أربعة: بريطانيا وفرنسا، الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الأمريكية. من النتائج المهمة جدا وهي تأسيس منظمة الأمم المتحدة ابتداء من يوليوز 1945. نتعرف على هذه المنظمة في العنصر الأخير في الدرس، دور الأمم المتحدة في توطيد السلم العالمي. هذه المنظمة، منظمة الأمم المتحدة، جاءت بديلا لعصبة الأمم. عصبة الأمم تأسست عقب الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب العالمية الثانية تم تغييرها وتم تأسيس منظمة الأمم المتحدة التي تأسست فعليا في 26 يوليوز 1945 في مؤتمر سان فرانسيسكو. تم التنصيص على تأسيس هذه المنظمة في مؤتمر يالطا منذ فبراير 1945، ولكن التأسيس الفعلي كان في سان فرانسيسكو في 26 يوليوز 1000 من هذه السنة. حددت أهداف منظمة الأمم المتحدة فيما يلي: أولاً، تجنيب أجيال المستقبل آفة الحرب. ثانياً، احترام حقوق الإنسان الأساسية في إطار الكرامة والقيم الإنسانية. ثالثاً، احترام المساواة بين الرجل والمرأة وكذا الشعوب على اختلاف حجمها ووزنها. رابعاً، العمل على توحيد الجهود لرعاية السلام. خامساً، تشجيع اللجوء إلى المؤسسات الدولية لحل المشاكل بين البلدان. إذن نستنتج أن هذه المنظمة لعبت دوراً مهماً في توطيد السلم في العالم عقب الحرب العالمية الثانية. المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بهذا الدرس، بدرس الحرب العالمية الثانية، هي أساساً الأنشلوس، وتعني لغوياً الارتباط، وتاريخياً ارتبطت بعملية ضم هتلر للنمسا. إذن ضم النمسا لألمانيا، وذلك في مارس 1938. عصبة الأمم، هذه العصبة تأسست عقب الحرب العالمية الثانية من طرف الدول المنتصرة، وذلك باقتراح من الرئيس الأمريكي ويلسون وفق مبادئه الأربعة عشر المعروفة، وهدفها هو توحيد الجهود الدولية لتحقيق السلم والأمن الدوليين. نضيف مفهوما آخر، وهو منظمة الأمم المتحدة، وهي هيئة تأسست عقب الحرب العالمية الثانية من أجل توطيد السلم في العالم. أقول دائما بأن هذه المفاهيم التي أذكر بها هي الواردة في الإطار المرجعي للمادة. بعد هذه المراجعة المقتضبة للدرس، سنقوم بإنجاز تمرين يهدف إلى تحقيق وترسيخ كفاية الموضعة في الزمن. إليكم مجموعة من الأحداث التاريخية، وإليكم مجموعة من التواريخ. إذن التواريخ 1919، 1929، 1933، 1939، 1945. الأحداث: وصول النازية إلى السلطة، مؤتمر فيرساي، الأزمة الاقتصادية العالمية، تأسيس منظمة الأمم المتحدة، اندلاع الحرب العالمية الثانية. المطلوب منكم أن تربطوا كل حدث بتاريخه. إذن كما تلاحظون في السؤال، اربط الأحداث الآتية بتاريخها. إذن أتمنى أن تكونوا قد وصلتم إلى الإجابات الصحيحة. إذن سنجيب على العنصر الأول، ونقوم بربط التاريخ الأول بالحدث الذي يرتبط به. 1919، نعم. إذن في هذا التاريخ عقد مؤتمر فيرساي. 1929، إذن هذا التاريخ يتذكره رجال الاقتصاد أكثر، وكلما همت بالعالم أزمة اقتصادية إلا وتم تذكره. إذن 1929 هو سنة
وصول أو سنة الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم والتي انطلقت من بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية. الحدث الثالث 1933، هذا الحدث يرتبط بالظرف الأول، وفي 1933 وصل أدولف هتلر إلى السلطة. نعم صحيح، 1939 من التواريخ المهمة جدا المرتبطة بالحروب. إذن اندلاع هو تاريخ اندلاع الحرب العالمية الأولى. 1945 هو سنة تأسيس منظمة الأمم المتحدة. إذن نكون قد رتبنا هذه التواريخ وربطناها بالأحداث التي تلائمها. السؤال الثاني، حول معطيات الجدول إلى خط زمني مناسب، وبالتالي هذه المهارة لها تقنياتها وطريقتها، ولها حتى يعني الوسائل المستعملة مثل مسطرة وقلم الرصاص وغيرها. كيف نحول الجدول إلى خط زمني؟ أول شيء في الخط الزمني هو لا بد من تحديد المقياس. كيف نحصل على المقياس؟ طريقة بسيطة جدا، وهي أننا نأخذ سنة النهاية، السنة الكبيرة أو سنة النهاية في التواريخ، ونطرحها على سنة البداية ونقسمها على طول الخط الزمني. عندنا هنا في الجدول سنة النهاية 1945، سنة البداية 1919. إذن 1945 ناقص 1919 تساوي 26. 26 نقسمها على عدد تدريجات الخط الزمني. نفترض أن الخط الزمني عندنا فيه 14 سنتيمترا. إذن 26 مقسومة على 14 نحصل على 1.8. نشتغل بإفراط، إذن يكون المقياس هو كل واحد سنتيمتر تساوي سنتين. كل واحد سنتيمتر يساوي سنتين. إذن هنا 1.8 نشتغل بإفراط تصبح 2. نرسم خطا زمنيا مضبوطا بالسنتيمترات، إذن بشكل متقايس 1 سنتيمتر في كل يعني عنصر داخل الخط الزمني. نكتب التواريخ، إذن 1918 1920 22 24 وهكذا إلى أن نصل 1946. وهنا تلاحظون بأن أول سنة هنا 1918 أقل من 1919 الواردة عندنا في الجدول. وهنا بعض التلاميذ يأتي ويكتب هنا 1919 ويتوجه إلى منطقة أخرى ويكتب 1929 وكأنه يكتب جميع العناصر الموجودة في الجدول ويريد تمثيلها فقط. ليس هكذا، وإنما يجب ضبط المقياس، وبعد ذلك نضع كل سنة في مكانها المناسب. إذن 1918 وينتهي في 1946. المقياس 1 سنتيمتر تساوي سنتين. نكتب التواريخ الموجودة داخل الخط الزمني، الموجودة بالجدول نكتبها داخل الخط الزمني، لا بأس في ذلك. 1919 إذن هنا 28 29 30، إذن 1929 هنا 1933 1939 1945. ثم نبدأ في كتابة الأحداث داخل الخط الزمني، ومن الأحسن أن تكتب بقلم الرصاص. إذن مؤتمر فيرساي، الأزمة الاقتصادية العالمية، وصول النازية إلى السلطة، اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة. هنا أشير إلى فكرة مهمة، وهي أن بعض التلاميذ والتلميذات يكتبون في الخط الزمني بشكل عمودي، لا يكتبون بشكل أفقي، وذلك ربحا للمسافة أو غير ذلك. فهذا الأمر يجب تفاديه، فالأصوب والأسلم أن نكتب بشكل أفقي، وهذا هو الصواب. بعد هذا
نضع العنوان ويكون في الأعلى ولا يكون في الأسفل. العنوان يكون في أعلى الخط الزمني ونختار عنوانا مناسبا. بعض الأحداث التاريخية المرتبطة بالحرب العالمية الثانية. إلى هنا تكون حصة اليوم قد انتهت. نشكركم على حسن إصغائكم وإلى اللقاء.